السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض حاجه جميله جدا بالبتنجان والبيبسي، هتعجبكم ان شاء الله. لو اول ما تشوفوا قناتي ما تنسونيش بقى في لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مني كل الاشعارات. طبعا يا ريت ما ننساش نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حطي لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض وصفتنا ونشوف ايه فايده البيبسي اللي هنعملها دي وهنعملها ازاي. بتبقى معايا بالشكل ده كده. طبعا الكميه كلها بعملها بنفس الشكل وبنفس الطريقه، بس عادي جدا يعني هاخدها بعد كده، هاخدها اغسلها. دلوقتي بقى غسلتهم معايا كويس جدا، هبدا ان انا اخدها بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعيها بقى، يعني انا مش حابه ان انا اقطعها عريضه بصراحه او تخينه، شايفه ان السمك كده كده كويس جدا ومناسب جدا، فحاولي على قد ما تقدري ان انت تطلعيهم نفس السمك. طب انا ليه ما عملتهاش؟ ما انا ممكن اعملها مثلا تخينه زي كده. لا، انا عايزاها تكون رفيعه عشان الرفيعه هتستوي معايا كويس، التخينه مش هتستوي معايا كويس ومش هتديني الطعم الحلو اللي انا عايزاه. وحتى لو وريتها لكم وهي معموله كويس برضو هتلاقيها من جوه نيه، فعشان حرام. لان الوصفات دي طبعا انتوا هتعملوها في بيتكم، فلازم اديكم الحاجه الاكيده اللي تمشوا عليها وتطلع معاكم مظبوطه. اهو تقدري تاخديها كده اهو بايدك او بالبلانشه زي ما تحبي. اهي بقت كلها كده ايه بنفس السمك. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هجيب معايا البيبسي. انا يا جماعه جايباها ليه دايت مش عاديه؟ لان انا لو جبتها عاديه بيكون فيها سكر، فالدايت ما فيهاش سكر. هنزل بقى عليها كده بالبيبسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بحيث ان هي كلها تفور معايا وتاخد الفوران بتاعها كده، تخليها تدبل معايا بسرعه. فايدتها ايه بقى؟ ان هي بتخليها تدبل معايا بسرعه قوي، وفي نفس الوقت ما بتحتاجش نفس الوقت اللي بتدبل فيه، وما بتشربش معايا من الزيت خالص. وهوريكم دلوقتي ازاي، وهوريكم الطريقه. هاخدها بقى كده، خلاص عطت لها صدمه هنا. ناخدها بقى كده في مصفى ولا حاجه. اهو شايفين ان انتوا في البدايه بس هتحطوها فيها وتاخدوها على مصفى. انا ما حطيت لهاش لسه الملح، اخدها بقى بالمصفى بتاعتي كده. معلش بقى مصفتي على قدها شويه. بقى معايا رشه الملح. يبقى احنا عرفنا فايدتها ايه. لو انت باقي عندك اي شويه من البيبسي مفيش اي مشكله، ننزل بيها برضو اهي. لو ملاحظين اهي، شايفين بقى بقت عامله ازاي معايا، بتبدا تدبل معايا اهي. لو فيها اي شويه موجودين معاكي حطيهم عليها برضو. ونجيب بقى رشة الملح بتاعتنا، رشة برضو ايه كويسة كده من الملح، ونقلب. بسم الله. ونحط رشة كمان. دي بقى لو انت مستعجلة على البتنجان وما عندكش وقت ان انت تسيبيه فترة طويلة، والله من غير اي حاجة اهو لونها، لون البتنجان اغماق من الفوران بتاع البيبسي. وانا حاطاه جايباها دايت عشان ما يكونش فيها سكر، لان السكر ممكن ناس تكون متضايقه مثلا من السكر ولا حاجه. هي الدايت ينفع تعملي بيها مش هيكون فيها نسبه سكريات اصلا، يعني بصي دايت فهتكون اكيد زيرو سكر. اهو شايفين نسبه السكر هي دي زيرو. اوضحها لكم برضو اهي، السكريات 0%. برضو دي للناس اللي هي ايه اللي حابه تطمن اكتر وتتاكد. نسيبها بقى كده لحد ما يدبل معانا، يكمل دبلان معانا، وبعد كده نرجع له تاني. دلوقتي بقى خلاص عملنا، جبنا بقى الدقيق عشان نكمل بيه، وهحط عليه او هضيف عليه معلقه كده من النشا. طبعا انا يعني مش هحط ملح لان انا حاطه ملح، بس طبعا هحط رشه بسيطه جدا من الكمون.
برضو زيها رشه بسيطه جدا من الفلفل الاسمر. لو حابين تحطوا شطه بصراحه بتطلع جميله قوي، مش حابين خلاص براحتكم. اخدهم بقى كده كلهم واقلبهم معايا كويس جدا. بحيث ان النشا تخليها معايا كريسبي وبرضو مش هتشرب معايا زيت باذن الله. عندي بقى البتنجان انا غسلته معايا، بصوا بقى عامل ازاي، بقى دبلان معايا جدا. وفي نفس الوقت ان انا ايه ما سبتوش وقت طويل، انا سايباه الوقت كله يعني في حدود 10 دقايق، ودبل معايا بسرعه جدا. هاخد بقى كده البتنجان، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بيكون بالشكل ده. حابه ترجعيه في ميه ببيبسي وتحطيه تاني مفيش اي مشكله، بس انا مش حابه ان الطبقه تكون سميكه قوي، انا يا دوب كده حلو قوي وهشيلها. طبعا الكميه كلها بعملها بنفس الشكل ده كده وبنفس الطريقه اللي انا عملت بيها دي. لو انت مش عايزه مش عايزاها تشرب معاكي زيت وفي نفس الوقت تلاقيها يعني الدقيق ما بينزلش عندك في الطاسه وانت بتقليه، تبداي ان انت تحطيه في ميه، حتى لو ميه بس من غير بيبسي. تعالوا بقى كده نطلع بيه على النار ونشوف هنعمله ازاي. يلا بينا. اخد بقى البتنجان، بسم الله الرحمن الرحيم، وانزل بيه كده على النار. ملاحظين بقى البتنجان ازاي بيعوم، مش نازل كده في الزيت. اسيبه بقى كده ياخد معايا اللون واقلبه على الناحيه الثانيه، واكمل بقى في الطبق باقي الكميه اللي انا هعملها. دلوقتي بقى هاخد معايا البتنجان، خلاص اخد معايا لون، هبدا بقى ان انا انقله على الناحيه الثانيه. بصوا بقى لو تلاحظوا ان هو لونه بقى حلو قوي، وفي نفس الوقت مع تسويه، وباذن الله برضو هتلاقوه مش شارب معاكم زيت خالص. اهو شايفين شكله كده عامل ازاي، صراحه جميل جدا وطالع برضو كريسبي قوي. بقى باخد معايا مناديل وابدا ان انا اطلعه او اخرجه على مناديل، ما بياخدش معايا وقت طويل خالص في التسويه. شايفين في ثواني بتلاقيه اخد معاك لون. اي زيت بصوا لو ملاحظين الزيت بيخرج منه من غير اي حاجه، ما بيشربش اصلا زيت. دلوقتي بقى اتعملت معايا وبقيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، شايفين طبعا عامله ازاي جميله جدا اهي، جميله جدا. بتمنى بقى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. لو عجبتكم بقى الوصفه ما تنسونيش في الكومنتات ولايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مني كل الاشعارات. وطبعا يا ريت ما ننساش نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا رب بقى الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.